صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو القول الراجح بالنسبة لنزع الجوربين بعد المسح عليهما وهو على طهارة؟ هل يبقى على طهارته أم ينتقض وضوءه ويعيد الوضوء؟ وهل عندك شك في هذا أنه ينتقض وضوءه؟ إذا نزع الممسوح عليه انتقض وضوءه، لأنه إنما كان مرخصا له بالمسح مع بقاء الممسوح، أما إذا خلعه بدت الرجل وذهب محل الرخصة فلا بد من إعادة الوضوء. وأما القول بأنه يبقى على وضوء هذا قول مرجوح، قول مرجوح وفيه نظر. نعم. أحسن الله عليكم سماحة. يعني محل الرخصة زال، محل الرخصة زال وهو بقاء الرجل مستورة. نعم.